مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة، مراسلة محافظة الغربية. في الحقيقة الواقع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة دي يعني ما ينفعش عنوان فيها غير جبروت امرأة الحقيقة، لان الزوجة او جبريل شقيق الاستاذ اللي واقف قدامنا ده تعرض لأشقاء زوجته قاموا بإلقاء البنزين عليه وإشعال مادة أو إشعال النيران فيه. كل ده بسبب خلافات زوجية ما بينهم، يعني زي ما بيحصل في أي بيت بيبقى فيه مشاكل وخلافات زوجية، ولكن الأخين عملوا كده بتحريض من الأم والزوجة. هو بقى هيحكي لنا تفاصيل الواقعة اللي حصلت في أطور، وطبعا يعني لقت صدى وأصداء جامدة جدا واهتمام كبير جدا. يعني الله صحافة ولا ايه؟ لو سمحت يا استاذة بتكلميني انا. قول لنا يا فندم بقى تفاصيل اللي حصل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر علي ابو اليزيد جبريل اخو المجني عليه، جبريل علي ابو اليزيد جبريل، عزبة امين الخولي التابعة لقرية معلة بشير مركز دور الغربية. يوم الواقعة رن علي الساعة 5 الا تلت، قال لي حصل معايا 1 2 3. طبعا الاول سابت الاولاد ومشت، تمام، عشان زوجته عشان تفطر عند والدتها. قال لها طبعا ما ينفعش تمشي وتسيب الاولاد. قالت له انا همشي كده كده، عيالك عندك تندخهم تولحهم على دماغك، انا مش هاخد عيال. خدت بعضها ومشيت، تمام، وما رجعتش. جه من شغل، ساب شغله وجه وعمل محضر، عمل محضر في نقطه الشرطه في محله مسير بالواقعة، وجم شافوا الوضع وفتحوا، هم اللي فتحوا باب الشقه. محضر بايه؟ محضر بالايمال، ان هم دي قافله على العيال. قفلت على العيال؟ قفلت على العيال ومشيت، تمام. هم الاطفال قد ايه؟ الاطفال 4 سنين، الكبيره طفله كبيره 4 سنين، والصغيره 10 شهور. 10 شهور سابتهم في البيت لوحدهم كده؟ سابتهم في البيت لوحدهم في الشقه لوحدهم، وقفلت عليهم، والمفتاح فين؟ المفتاح في باب الشقه. تمام. اتفاجئ تاني يوم راح طبعا يودي الاولاد. اتفاجئ الساعة 4:30، قال سمعت أمها بتقول اطلعوا الله فيه، استغفر الله العظيم، ابنتين كذا، وزوجته بتقول سامحها، بتقول اطلعوا موتوا، أنا مش عايزاه. اتفاجئ لقى هو راح لها البيت، هو راح البيت يودي الأولاد، علشان يودي لها الأولاد. بيقول أنا اتفاجئت لقيت البنزين، واحد كامل بنزين على وشي، والتاني مولع فيه بالولاعة، عمها مصطفى اللي كان موجود بظروفه، عمها مصطفى سلطان يا استاذي. عمها مصطفى سلطان كان موجود وحضر الواقعه، وهو اللي طلب له عربيه الاسعاف، قال له مش هسيبك. مين اللي القى عليه البنزين؟ اخوها عمرو محمد. اخواتها الاثنين، تمام. هي ردت قالت لهم ايه؟ يعني الكلام ده كان قدامها؟ مظبوط، كان قدامها. قالت لهم اطلعوا موتوا، انا مش عايزاه. ومش عايزاه. ووالدتها تقول اطلعوا ولعوا فيه، استغفر الله العظيم، ابن دين كذا. اتفاجئ، بيقول انا اتفاجئت لقيت اللي كاب على وش البنزين والتاني مولع فيه، عمرو ومحمد اللي هم حاليا في السجن، وان شاء الله مش هنسيب حقه، باذن الله حقه هنجيبه له، باذن الله حقه هنجيبه له، تمام. استاذه دايما كان فيه مشاجرات وقله ادب ومؤاخذه، وجم هددوه في البيت كم مره واحنا مش موجودين، جم هددوه بدل مره كم مره، عمرو ومحمد، بمطالبه الشهود عندنا في جيران البيت، واتعمل معاهم حوار قبل كده برضه. القوا عليه الزيت جوه بيتهم قدام البيت على طول. قدام بيتهم؟ ايوه، تمام. فين؟ اصابوه بايه بقى معاه؟ اصابوه وشه كله متبهدل طبعا، وشه كله ودماغه وايده الاثنين طبعا متبهدل، احلى بهدله بصراحه يعني. النظر انا شفته يعني، لا مش قوي برضه بصراحه، مش النظر قوي يعني. يعني النظر بيشوف ولا اثر على النظر يعني؟ اثر على النظر طبعا، اثر على النظر، الحمد لله اثر على النظر، حسب الله ونعم الوكيل. الحروق اللي موجوده فيه اوصفها لي كده، فين وفين بالظبط؟ في الجسم كله يا استاذ، يعتبر في دماغه وراسه كمان، وايده الاثنين ودراعه كده. وشه اتشوه يا فندم؟ اي وشه اتشوه طبعا، امال ايه؟ وشه اتشوه يا استاذ امبارح، تمام. ما حاولش ان هو يستغيث؟ هو اللي طفى نفسه، كان في حاله وفاه في ريحهم على طول. كان في حاله وفاه، الناس سابت العزاء وقعدت تتفرج، مش حدش عارف يطفيه، هو اللي دخل طفى نفسه في البيت عندهم. ما كانش عارف يطفي نفسه. كانش حد عارف يطفيه. هي قالت لهم انا مش عايزاه. قالت انا مش عايزاه، اطلعوا موتوا، انا مش عايزاه. اطلعوا موتوا، انا مش عايزاه. هو كان جايب حسن نيه يا فندم يعني؟ حسن نيه يا استاذ، عشان كده هو اتفاجئ، بيقول لي انا اتفاجئت لقيت اللي كاب عليه البنزين واللي مولع فيه. لقيت البنزين، اتفاجئ. هم قال لي خلاص اللي موتوا بقى، بناء على كلام امهم بتقول اطلعوا ولعوا فيه ابن دي كذا وزوجته.
قالوا تطلعوا موتونا مش عايزاك. زوجته وقفت تتفرج عليه وهو بيبي. زوجته وقفت تتفرج عليه، يعني عمها كان رحيم عليه اكتر من زوجته. عمها مصطفى سلطان كان رحيم عليه اكتر من زوجته. عمل ايه؟ طبعا طلب له عربيه الاسعاف وما سابوش الا لما ركبه. قال له مش هسيبك الا ما ركبك. هو زعلان على الوضع بالنسبه له. محدش حاول يطفيه يا فندم. محدش عارف يطفيه نهائيا. كان في حاله وفاه، بقول لحضرتك كان في حاله وفاه، فرح منهم جيران في البيت. ما حدش عارف يطفيه. الناس سابت العزه بتتفرج على المنظر مش عارفين يطفوه. كانت هدوم ولبس كله مولع. كل ده ليه؟ استاذه دايما في خلافات. تمام. والدتها دايما يعني كان يشتكي لها بنتك بتعمل غلط، بنتك كذا، تيجي تاخد بنتها او تروح لها، ده انت غلطان، ده انت غلطان. دايما يصدقوا بنتهم على الغلط. تمام. ودايما قاعده ما فيش حتى لا شغلانه بتعملها ولا اي حاجه. قاعده باشا كده، مش بتعملش اي حاجه، لا ارض ولا مغزه بهايم ولا اي حاجه. قاعده باشا ما بتعملش اي حاجه خالص. متجوزين بقالهم قد ايه يا فندم؟ متجوزين بقالهم بالظبط 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين. يعني ما لحقوش يعني 5 سنين. ما لحقوش. لا لا ما لحقوش. لا لا طول ال5 سنين ده هو اخوك جبريل بيشتغل ايه؟ بيشتغل في شركه اوناش في مصر. سواق. مظبوط، سواق. تمام. طب طول ال5 سنين ده يعني جبريل كان بيجي يشتكي لك؟ هو اشتكى لي كم مره والله يا استاذ شهد. كان بيقول لك والله العظيم اقسم بالله اشتكى لي كم مره. ده بيعمله، ده بيخلوا، ده بيسوي. كانت عامله له محضر. حضرتك ذكرتني بحاجه، كانت عامله له محضر قبل كده بالضرب وما كانش ضربها، ما تنزلتش عن المحضر اما خدت 5000 جنيه. بيحلف بالله انا كنت في شغلي. لو كلامه غلط ما كانش اتكلم، ما كانش قال كذا. قال انا كنت في شغله وعملت له محضر بالضرب، ان انا ضربتها وعملت وخليت فيها وما رضتش تنزل عنه. لا ماشي. قال لما تاخد فلوس، هم عايزين فلوس مش اكتر يعني، لزمهم. تمام. عشان خاطر تتنزل على المحضر خارج 5000 جنيه. طب الواقعه دي كان سببها اصلا ايه؟ كان سببها هي طبعا موصله لهم دايما معلومه بالغلط، ان ايه هو بيضربني، هو بيعمل، هو بيخلي، هو بيشتمني وكذا. تمام. حتى لو هو عمل مهما يعمل حتى ما توصلش كده يا استاذ. حتى لو مهما عمل معلش ما توصلش لدرجه ان هم يقلعوا فيه. يعني لو ما كانش يطفى نفسه حضرتك ما كانش لما كان هيموت. كان هيروح فيها خالص. الله يرضى عليك. ده روح طبعا معلش يعني. واحنا بنطالب بحقه ان شاء الله، مش هتسيب حقه بمشيئه الرحمن ان شاء الله. طيب النهارده هو يعني كلمني عن حالته الصحيه عامله ايه دلوقتي؟ تعبان والله يا استاذ، تعبان جامد. تعبان بصراحه يعني. انا قاعد في ريحه اهوت، انا كده اللي تعبان لان انا كنت محروق قبل كده. تمام. انا حاسس بيه بصراحه ربنا. امبارح كان الراجل بيغير له، اقسم بالله كان بيصرخ لرب الجو، كان صوته جايب اخر الكاري عندنا بصراحه يعني. حروق من الدرجه الثالثه؟ من الدرجه الثالثه، حاجه صعبه يعني. وشي كله متبهدل وايدي الاثنين، وحاجه صعبه بصراحه يعني. هو دلوقتي يعني بيتحرك ولا انتوا جاي يعني يتحرك ازاي؟ لا معلش احنا قعدنا على طبعا عامه يعني سيده عليه مش اكتر يعني. ماشي مشيده بكرسي بعجل. كرسي يعني. بعجل الله يرضى عليكي. تمام. كرسي بعجل. هو النيابه دلوقتي يعني هو امام النيابه حاليا. تمام. هو امام النيابه حاليا، هو عند وكيل النيابه العام. وان شاء الله رب العالمين بكره باذن الله هيتعرض على الطب الشرعي باذن الله. طيب انا برضو عايزه ارجع لنقطه الخلافات او قبل الحادثه او الواقعه دي. تمام. كلمني كده، الدنيا كانت يعني حصل مثلا مشاده ما بينهم، ايه اللي حصل؟ كان دايما الاستاذ يكلمها معلش تتفهمه بالغلط، ترد عليه باسلوب مش حلو. تمام. كلنا بنغلط، ترد عليه باسلوب مش حلو، ترد عليه مغزى الفاظ مش حلوه. يعني انا قبل ما اجي قالت له الفاظ، قال له والله انا استحي ان انا اقولها لك، انت اخويا انا استحي ان انا اقولها لك، يعني انا محروق ان انا اقولها لك. ما رضيتش اخصب عليه ايه هي الالفاظ، لان خلاص طالما قال لي استحي اقولها لك مش هخصب عليه اقولها لي. تمام. لسان شهد على ربنا استاذ، لسانه وحش. ولاد اخويا شدت مع ولاد اخويا قبل ما اللهم صل محمد، قبل الحادثه بيوم، قبل ما تمشي وتسيب العيال بيوم واحد. بنت بتشتم بنت اخويا ماشي عشان اطفال مع بعض. قلت له انت قالت لي ده مش متربيه. فردت بنت اخويا قالت لها اهو انت. فطبعا رنت على جوزها اللي هو اخويا، قالت له بنت اخوك بتقول لي اهو انت. قال لها يبقى انت شتمتيها. وبعدين بنت اخويا مش هتشتمك من غير سبب ولا هتغلط فيكي. تمام. دايما بوصل لهم خبر يا استاذ لحضرتك على حاجه. كانوا دايما يجوا البيت ويعدوا على جماعتنا في البيت، ويعدوا على والدتي الله يرحمها، والدتي متوفيه من سنتين. يعدوا على والدتي الله يرحمها. تمام. والدي متوفي 35 سنه. ما يكلموش والدتي ولا سلام عليكم ولا اي حاجه. يقول يا ابنك المغزى دخلنا على زريبه. يبقوا قاعدين معلش في مدخل البيت اللي حضرتك جيت عندنا شفت الموت ماشي. يعدوا من مدخل البيت يطلعوا فيه يا استاذه الدور الثالث، ولا كانهم شايفين حد قدامهم خالص، كانهم مش شايفين حد قدامهم. مغزى قله ادب. يجوا ساعات ياخدوا بنتهم ويمشوا. طب يا ابني ولكن كل الخلافات كانت دايره في نطاق العيال. انت قلت انت عدت. كلام عادي خالص، كلام عادي، مش مشاجرة انه ضرب ولا كلام ده. لا 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 كلام عادي خالص، مفيش اي حاجه يعني. المفروض مثلا يستوعبوا من الاخر يعني. حضرتك من الاخر عملت محضر فيها قبل كده؟ عملت صفقه يا استاذه من الاخر. اقول لحضرتك عملت ايه؟ هي كانها عامله بنتها زي صفقه كده، تتجوز وتطلع تاخد مبلغ ماشي اللي احنا شايفينه بعينين اهوت يعني. هتطلع بعدها اللي هي حماة اخوك. لا اللي هتطلع بنتها تاني
تمام، هتتجوز طبعا هتاخدها 4 شهور هتتجوز واحد تاني. هي ده هو ده هو ده نظام الاستاذ. طلبت الطلاق وتفاجئ، هي كانت طالبه الطلاق قبل كده، هي قال لها انت عايزه تطلق، لو عايزه تطلق طلق، قالت اللي انت شايفه طالما انت مش مريحاني اللي انت عايزاه من الحلقه، ردت قالت اللي انت شايفه تمام، ومش مره واثنين وثلاثه، ده دايما في خلافات والله يا استاذ مش مقصر معاها، ويبعت لها فودافون كاش دايما. وابن اخويا في مره طالع لها بتقول له انت ايه اللي جايبك هنا؟ ما طلع لها مديله فودافون كاش، فودافون كاش ابن اخوه، بتقول له انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا ما عدتش تيجي هنا تاني تمام. بعد كده في جوز خالته كان يروح يجيب له الفودافون كاش كل 6 ايام يجيب لها 700 جنيه من كارت محل مسير، يروح اخويا يبعت لي اخويا يبعت لها فلوس على كارت محل مسير، يروح يجيبها لها. طلباتها كانت كتير؟ طلباتها كانت كتير، وكان طلباتها كلها استاذه كانت مجابه، ما كانش مأثر معاها في حاجه والله، ما كانش مأثر معاها في حاجه على يدي، مش عشان اخويا، عشان دي الحقيقه وشهاده ربنا حاسبنا عليها، ما كانش مأثر معاها، عندها اكلها شربها كل حاجه في البيت تمام. اخواتي يا استاذه طلعوا نظفوا الشقه عندها فوق، قالوا اقسم بالله الثلاجه بتاعتها بسم الله ما شاء الله مليانه. طب كانت بتراعي عيالها ولا ما كانتش بتراعي عيالها؟ لا 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 ما كانتش بتراعي ربنا فيهم بصراحه، بنتها الكبيره كانت دايما تعمل لها المغزى سندوتش، ما فيهوش حاجه على جوز من بنت بتاكل، ما عندها كل حاجه حضرتك، ما انا بقول لحضرتك عندها كل حاجه، مش مأثر معاها، طلباتها كلها مجابه، اكل وشرب وكل حاجه، مأثره مع العيال يعني استاذه معلش لدرجه تحصل معلش ده اللي يعني دليل على انها سابت العيال ومشت مش عايزاهم. جبريل كان رايح لهم ليه؟ كان رايح لهم يودي لهم العيال بحسن النيه، ان هو يتفاجئ لقى بيقول لقيت سمعت امها بتقول اطلعوا ولعوا في ابن الدين استغفر الله العظيم كذا، انا كررتكم مره مش عايز وامها وزوجته تقول اطلعوا موتوا انا مش عايزاه، اطلعوا موتوا انا مش عايزاه تمام. فطبعا انتوا مش عايزينه، اهله عايزينه، ما تعملوش كده، اهله عايزينه، فحسب الله ونعم الوكيل، حقه باذن الله مش هنسيبه، باذن الله حقه مش هنسيبه ان شاء الله، حقه هيرجع في النهايه. بقى طلباتك ايه؟ طلباتنا ان هم يتحاكموا، وحقنا برضه هناخده يا استاذ، طلباتنا ان هم يتحاكموا. هو بعد الواقعه دي هي ما حاولتش ان هي تتصل بيكم؟ لا 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 ما اتصلتش بينا بصراحه، بس هم بيبداوا يبعتوا ناس يعني عن طريقهم، احنا بنعرف يعني الوضع 1 2 3 كذا من بعيد يعني. هم بيبعتوا ناس على اساس ايه؟ يعني يحاولوا الصلح مثلا ولا التهديد؟ لا لا الصلح، هيحاولوا الصلح، محاولة الصلح يعني. طب والاطفال موجودين فين دلوقتي؟ الاطفال موجودين مع امهم، مع والدتهم. يعني بعد اللي حصل ده موجودين مع امهم لسه؟ مع والدتهم، مع والدتهم. المحرضه الاساسيه امها وبعدين هي. وبعدين هي. وبعدين هي. امها الاساسيه وبعدين هي. دايما في مشاجرات يعني على حاجه تافهه، يكلمها يقول لها يمين تقول له شمال، يمين شمال، يمين شمال، شد معاه وتغلط فيه الفاظ مش حلوه. ماشي، انا في يوم يا استاذه اقسم بالله العظيم انا داخل عنده الشقه رحت اشوفه واقعد معاه شويه، الكلام ده من 4 5 شهور، قال لي شوف اللبس بتاعي حتى مش راضي تغسله، مركون على جنب يا استاذه اقسم بالله العظيم هذا حصل، قال لي اللبس بتاعي جاي من الشغل امبارح بقول لها اغسلي هدومي مش راضي تغسلها، مركون على جنب، شهد عليا ربنا سبحانه وتعالى وريها لي، انا شفتها فريح الباب وانا داخل من باب الشقه، ما كانتش تسمع كلمته نهائيا، هي عايزه فلوس وشكرا على كده، مش عايزه لا تهتم بعيال ولا تهتم بزوجها ولا عايزه تعيش معايا. استاذ جبريل دلوقتي عامل ايه؟ معاك هو تعبان جامد يا استاذه بصراحه ربنا، تعبان جامد 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 جامد، انا نفسي انا متاثر عشان اخويا طبعا، انا متاثر عشان اخويا جامد 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 تمام، انا افتكرت انها جت وقال لي ما جتش، فعلا ما جتش تاني، انا افتكرت انها جت، هي ما جتش تاني البيت طبعا، هي سابت العيال ومشيت وراح تاني يودي العيال، اتفاجئ باللي حصل معاك. تمام ان شاء الله حقه يرجع، واحنا معاكم ومتابعين يا رب. وتم القبض على المتهمين اللي هو اخوات مراته تمام، ومطالب بمحاكمه امها ان شاء الله، يعني امها لازم تتحاكم طبعا عشان امها هي المحرض الاساسي، هي اللي يعتبر كمان هي اللي عملت فيه كده بالتحريض اولادها، هي اللي حررت اولادها، يبقى هي اللي عملت فيه كده كمان يعني ان شاء الله. بشكرك جدا جدا والف سلامه عليك. الله يسلمك. متابعي موقع تحيا مصر كده وصلنا لختام اللايف والى اللقاء.